بكم مع مهند من بن حموده للسيارات 050-516-3525. اليوم حنكلمكم انا وزميلي علي الحسني. كيف الحال يا علي؟ يا هلا محمود. يا هلا، مرحبا بك. افضل سياره عندنا في وكاله بن حموده تاهو ال تي، افضل سعر مقابل المواصفات. مظبوط، دي سياره هي الاكثر مبيعا عندنا لان هي الاكثر قيمه مقابل سعر بكل مواصفاتها. مواصفاتها كلها بتنزل على الفئه الاولى رقم واحد البريمير. ايه المواصفات اللي موجوده عندنا يا علي؟ عندك فيها جلد، فتحه بانوراما، دب كهرباء، تشغيل عن بعد بالريموت وبالتليفون، بالتطبيق وبالتليفون، صحيح. رنجات 22، رنجات 20، بالاضافه عندك وايرلس شارج، ثلاجه فور ويل، ثلاجه بفريزر. نعم مظبوط، رقم واحد. وفي عندنا كاميرات 360 محيطيه طبعا، والدبه الاوتوماتيك، والكراسي الجلد، وعندنا ايه كمان؟ وعندنا الله يسلمك المحرك 5.3 و10 غيار وديناميك فيول مانجمنت في 8 355 حصان. ديناميك فيول مانجمنت يعني السياره بتشتغل من سلندرين اثنين فقط، باقي السلندرات بتكون حره وديناميك، تفتح وتقفل حسب الار بي ام بدون تدخل من السائق، والسائق ما بيعرفش عنها، ما يهموش غير جيبه ان هي بتاخد بترول اقل، هو ده الاحسن. تمام، يلا بينا، تعال اتفضل. اول شيء الشبكه هي كروم مثل ما شايفين. اوكي اتفضل يا استاذ علي. وعندكم الرنقات مثل ما تكلمنا، رنقات 20، دواسة ثابتة، الكاميرات المحيطية 360 درجة، فيها انذار قبل الاصطدام، فيها نقطة عمية، وفيها انذار بخروج عن المسار. في عندنا دخول ذكي على الابواب كمان، على الابواب كلها. مظبوط، دخول ذكي على الابواب زي ما انتم شايفين هنا. طبعا ال 4x4 كامل، تمام. الكاميرات ال 360، الهاند بريك الاوتوماتيك، العدادات الديجيتال، طبعا كرسي المتحرك للسائق والراكب. مظبوط، والستيرنج كهرباء الاوتوماتيك طبعا، ستيرنج، وفيها طبعا فول اوتوماتيك هنا، وذاكره الوضع السائق، اثنين بيسوقوا السياره، في ذاكره الوضع، حفظ وضعين للسائق الاثنين. يعني انت واللي بيسوق السياره. مظبوط، وفي عندنا الفتحه البانوراما، دي سيارات الوحيده اللي فيها فتحات بانوراما مش فتحه سقف عاديه، والشاشه الجديده بتاعتنا طبعا، والعداد الديجيتال، والواي فاي، والانترنت، الباب الخلفي. شوف الباب الخلفي، في عندكم الشاشات المفصوله، في زر ينطوي، في شيء ثاني الكرسي الوسطي، عد زر هنا موجود على الطرف يرقد لكم الكرسي هذا لسهوله ودخول الركاب في الصف الثالث بنفس الطريقة هذه. نشوف الدبة الحين، ممكن نسكرها بالزر، ممكن نسكرها بالمفتاح، ممكن نسكرها بالرجل من تحت، وفي هذه بعد تفتح عندنا بالزر من هنا، وفي بالزر من هنا، ضغطتين وتفتح. هذه السيارة موجودة عندنا في بن حمودة للسيارات، 050-88-4343 علي الحسني، ولا علي مهند 050-516-3525. مهند من بن حمودة للسيارات، وأهلا بكم.